من زاوية ساخر سبيل من صحيفة الجريدة للكاتب الفاتح جبرة، والتي جاءت بعنوان من جحر مرتين. افترع جبرة الزاوية بالقول: في ظروف المخاض العسير كالذي تعيشه البلاد هذه الأيام، تتكشف يوما بعد يوم اللعبة التي باتت مفهومة، والتي أشرنا إليها في بدايتها بأنها مسرحية تضامنية الهدف منها إجهاض هذه التجربة الجماعية لهذا الشعب الصابر في اقتحام حواجز الخوف، وفي الإفاقة من غيبوبة وعي طويلة المدى، وفي استعادة الشعور بالألم الذي يصنع الأمل وهو يعلن الانتفاض من أجل خلع حكم جماعة الإنقاذ. يضيف الكاتب: تفاءل الشعب الطيب بتسلم المجلس العسكري للسلطة، وظن لبراءته بأن القبة تحتفكه وأن الواعي مبوصه، وظن كذلك أن المجلس فور تسلمه زمام السلطة سيقوم أقل حاجة بتحييد حركات أعضاء ورموز وأجهزة ومؤسسات وميليشيات النظام السابق توطئة لمحاسبتها. إلا أن ظن الشعب قد تبخر تماما، وهو يرى التقاعس والكلام الني وعدم الشفافية وشغل الغموتي في كل ما يتصل بمسائل التوقيف والحجز والاعتقال، رغم المناشدات العديدة بأن الشعب عاوز يتأكد. يذهب الكاتب لأن الناظر والمتابع لكمية وحجم الفساد والفاسدين في النظام المدحور والتجاوزات المرصودة والموثقة لدولة الكيزان العميقة لا يندهش لعدم تناسبها ومسألة التباطؤ والتلكؤ التي مارسها المجلس العسكري تجاه الأمر، بحيث أن غالبية القطط حتى هذه اللحظة يتجولون ويسافرون ويعودون في أمن وأمان وما جاتهم الحبة. يضيف الكاتب: ليت الأمر اقتصر على الأفراد فحسب، ولكن نجد أن المجلس الموقر رغم مناشداتنا المتكررة وتحذيرنا المتواصل من مغبة ترك ميليشيات النظام المندحر، إلا أنه لم يولي الأمر اهتماما، ولم يرشح في الإعلام أي تصريحات لأي عمل منظم يستهدف هذه الميليشيات والأذرع المسلحة ومداهمة أوكارها والقبض على الموجودين فيها. ما زالت فلول النظام البائد تتحكر في كراسيها في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، وما زالت الوزارات السيادية على رأسها أتباع النظام الهالك وأعوانهم. ودونكم وزارة مثل الخارجية التي لا تزال 90% من بعثاتها تدين للنظام الهالك بكامل الولاء. ويختم جبرة زاويته بالقول: لو كان المجلس العسكري قد وعد الحركة الإسلامية أو النظام البائد بأي وعود، فهي وعود من لا يملك لمن لا يستحق، وعلى المجلس العسكري النزول لرغبات هذا الشعب الذي عانى طويلا في ظل نظام الإنقاذ الظالم الفاسد المستبد. فالحقيقة التي لا مراء فيها أن الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة وليس كائنا من كان، فنرجو تسليم السلطة له وإزدال الستار.